كنتش اعرف الصراحة ان انتوا بتحبوه قوي كده، يعني انا معرفش هو انا لو غبت عنكم يومين ثلاثة الكومنتات كلها هتبقى فين حسن، وعايزين نشوف حسن. وحسن وحشنا. بداية الفيديو دي بقى لو سمحت كل ايه، انا اولا لان بشكركم كلكم على كلامكم الجميل اللي انتوا كتبتوه، وعايز اعرفكم ان انا ما كنتش زعلان ولا حاجة. انا بشكر كل حد كتب كلمة حلوة في حقي وكتب ان محمد طيب وكتب. لا دي مش كلمة حلوة، مش كلمة، ده كلام. انا عايز اقول لكم ان الكومنتات على حوارات واحد وحوارات اثنين وعند ام زياد وقناة ابويا وقناة حمدي وقناة محمود كله كان بيتكلم على محمد. عايزين محمد. ممكن اخش؟ اتفضل يا حاج. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اولا انا بشكركم على تعليقاتكم الجميله تجاه محمد، ومحمد مش زعلان واحنا ما بنزعلش من بعض، احنا كلنا كده واحد وراضينا محمد وعملنا له مفاجاه طار من الفرحه. مفاجاه ما يتخيلهاش. انا بالنسبه لي يعني هم ابويا وامي كانوا بيفكروا في المفاجاه اللي هم يعملوها محمد، وعلى فكره اتصورت، هي ممكن تكون لسه ما نزلتلكوش لان هي لسه ما اتمنتجتش، بس انا عايز اوصل لكم ايه، ان هي كانت حاجه بسيطه جدا، لكن انا اتفاجئت بالشخص اللي قدامي ده ان هو طيب. لا لا لا، على فكره هي مش حاجه بسيطه، لان اي حاجه تخش سني انا وميرفت طبعا ما تبقاش بسيطه. محمد طيب وابن حلال، عنده احساس راقي وعنده عزيه نفس، وهو زعل شويه بس رجع على طول لانها مامته مش هتهون عليه ولا يهون عليها، وما بطلناش كلام وهزار، بس احنا حبينا نرضيه قدامكم عشان انتوا طلبتوا مننا كده. وانا عايز اقول لكم برضو تاني ان انا ما كنتش زعلان يا جماعه، لان انا ما لا بقدر ازعل من ابويا ولا اقدر ازعل من امي ولا اقدر ازعل من حسن. وعلى فكره حسن اللي برضو ايه، محدش ينتقد ولا حاجه، هو بيحب يبقى غلس كده، ده غلس العيله بتاعتنا. محدش يزعل من حسن لو سمحت. انا الفرق ما بين انا ومحمد 10 سنين، يعني اللي هو ايه، يعني فرق كبير مش صغير. يعني بس احنا تقول لي اونكل. لا ده مفيش الكلام، مفيش الكلام ده، بس احنا قريبين من بعض واصحاب، يعني انا مش بعامله كاخويا الكبير، لا انا هو صاحبي وابويا كمان صاحبنا كلنا، يعني ده كلام ايه معقول وكلام رزين وكلام حلو. فاحنا دلوقتي بقى ايه، انا عايز اقول لمحمد جهز نفسك، انت غايب بقالك كام يوم عشان نعمل تحدي، انا مش ناسي. احنا عاملين تحدي النهارده ان شاء الله قوي جدا على 4 ذكور بط، وعاملين برضو كسكسي واكل جميل كده هنوريه لكم دلوقتي. بس عايز اقول لحسن بقى شد حيلك واطلع اعمل مونتاج للفيديو، هعمله لكم، وهتلاقوا الفيديو ده طبعا مش هقدر انزله لكم على القناه هنا علشان ايه، هيبقى فيديوهين في يوم واحد على نفس القناه، انتوا هتتلخبطوا، فهتلاقوه على قناتنا الثانيه، اللينك بتاعها في اول تعليق مسبب حوارات اثنين. فدلوقتي انا عايزكم تشجعوا محمد وتقولوا له يلا، عشان حسن عايز يعمل معاك تحدي الطبخ اللي متفقين عليه، عشان الاكله خلاص جاهزه في نجهز بس دلوقتي التحدي الاكل، ونخش نشوف مين اللي هيكسب، لان العقاب النهارده ان شاء الله هيكون شديد جدا وما فيهوش هزار، ما فيهوش تراجع، ما فيهوش ايه اي كلام، كل واحد لوحده. يلا بقى ندخل بقى على المطبخ. لا هقول كلمه بس تعليقا على اللي انت قلته، اميز حاجه والذ حاجه ان الاب يصاحب اولاده. طبعا ده مش عيب ولا استقلال من الاب لما يخوي اولاده ويصاحبهم، دي حاجه كويسه جدا وصحيه جدا، وانا بنصحكم صاحبوا اولادكم، خليهم اخوات واصحاب سواء ولد او بنت، بحيث ان يبقى فيه حريه مطلقه في النقاش، ويبقى الحب والترابط موجود على طول. احنا بنضحك وبنهزر مع بعض، صدقوني الصوره الجميله دي بقى خدوها سكرين واعملوها هاشتاج للانستجرام، اعملوا لنا منشن وهننزلها عندنا. لا اعملها نزلوها ستوري ومنشن ويعني واعملوا لنا تاج واحنا هننزلها عندنا كلنا. يلا ندخل بقى عشان نشوف الاكل زمانه جاهز. يا حاج الجيران بتشتكي، الجيران بتشتكي، هيسيبوا المكان وهيعزلوا. كل يوم الحاج ام محمود تعمل اكل وتشممنا الريحه ومش بندوق منه، يعمل ايه؟ يعزلوا. يعزلوا المنطقه كلها هتمشي بسببنا، ريحه الاكل ما تتوصفش. يجوا نعمل لهم اكل. الله ينور يا حاج. بصوا بقى، بصوا كره البط طبعا، دول اتنين بيتحمروا ولسه في اتنين تانيين غيرهم، ومش بس كده، لا ده كمان لسه في كسكسي وفي شوربه، واليوم لسه معانا طويل وما بيخلص. هنخرج السفره بتاعتنا بره بقى عشان ناكل في الهواء، لان التحدي ده شديد، محتاج ان احنا نفسنا تتفتح كده فوق الخيال. ما تيجي هنا يا حسن، خلينا هنا. فين؟ خلينا هنا في الحته دي كده. ماشي، اللي انت عايزه، المهم ان اللي هيخسر يستحمل، لان يا جماعه التحدي ده احنا فين، احنا الاربعه، لكن مش كل اتنين مع بعض، لا هيبقى كل واحد لوحده، واول اتنين هيخلصوا هيبقى هما اللي كسبوا، ما يبقاش حد مع حد، عشان ما حدش يتحجج ويقول انت عطلتني وانت خسرتني والكلام اللي انتوا عارفينه ده. نخش بقى نجيب الاكل بتاعنا عشان نبدا التحدي، عشان الهوا ده هيفتح النفس دلوقتي. واخيرا انا ناكل. بص بقى، انا قلعت لهم بقى ولبست نص كم وصيفت تاني، هتقولي لي انت مجنون، هقول لكم لا انا عايز اكسب التحدي ده باي طريقه. ده عندهم ادم.
بصوا بقى يا جماعه، دلوقتي التحدي بتاعنا على البطايه المحترمه ديت والكسكسي. احنا الاربعه كل واحد لوحده، اول اتنين هيكسبوا المركز الاول، المركز التاني هيكسب المركز التالت والرابع، الاتنين دول يعني مش عايز اقول لكم بقى امهم داعي عليهم اللي يخسروا. هنثبت كاميرتنا ونبتدي التحدي. بص البطايه عامله ازاي، بتقول لي كلني كلني كلني. انا بس قبل ما نبدا انا هقلع بس القميص ده. انت هتقلدني عشان ايه؟ ما يكتفنيش. بسم الله. لا استنوا، هو بالقلعه ولا ايه؟ بسم الله. احنا كده ابتدينا التحدي يا جماعه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على بسم الله الرحمن الرحيم. انا عايز اكون سريع عشان ابويا غفلني في تحدي الحمام. شايفين الفال الحلو والاغاني اللي شغاله؟ عريس وعروسه، يا رب كلهم يخسروا وانا الوحيد اللي اكسب. انا وامي. انا وامي. طب يا رب انتوا الاثنين اللي تخسروا. لو انا كسبت بقى تقولوا محمد بطل. محمد بطل والحاجه بطل. تسلم ايدك يا حاجه. مرسي. اقول لك شكرا عشان بيتضايقوا من كلمه مرسي. قولي شكرا. انا بنسى، ابقى فكرني. وما تنسى افكرك. يا ترى مين اللي هيتعاقب النهارده؟ كده الصدر خلص. نعم، هنفتش على العظم. بيلمع اهو. فاضي فاضي. لو اكبر لو اكبر. محمد افتان. تحدي قوي قوي. البط سمين. ايوه بيبقى سمين وتقيل. ده بس جميل. ركع لعملي. الله ينور عليك يا حاجه. شكرا. العفو. وانا الصدر خلص. صدر اهو. مني مسابق. انا هو انت لسه البطاقه ما اتعورتش؟ في الورك التاني يا رب. يا عريس عروسه تعالوا كله معانا. ما هم بيعملوا اتفاق زي ده. هم زمانهم بيعملوا تحدي دلوقتي. ده لسه يعملوا تحدي بقى ما يخش. انا نفسي ان شاء الله يوم ما اتجوز اعمل تحدي انا ومراتي يوم الفرح على العشاء. انت هتكسبها. انا اكسبها طبعا، مش بطل. لان كده كده الواحده ما بتاكلش الدخن. ليه؟ تبقى دنيا جديده بقى. تبقى صايمه. لا الفرحه بتبقى مشبعاه. عطني يا محمد بقى. ده انا بقول لك مناديل. بتتكلم عن الفرح. حسن شكله عربي خالص. طلعها نص سلاح. لا العظم اهو. لا العظم نزيد. شهاده لله. حرام، ربنا لا يحاسبك. بس البط سكر. ايه ده؟ عشان امك اللي عاملاه. يا سلام على الثقه بالنفس. تسلم ايدك يا حاج. شكرا يا محمد. يا عيني يا ليلي. خلصت الصدر. هتتعاقبي. ابويا ما شاء الله خلص. انا نفسي اتخن. نفسي اتخن 2 كيلو بس. البطايه دي 3 كيلو، المفروض تتخن 3 كيلو. اللي هو اللي بياكل 3 كيلو يا حاجه بيتخن 3 كيلو؟ مش على قد ما بتاكل، على قد ما بتتخن. فاكره لما حطيتي لي كحل؟ كما تدين يا حاجه. ده انا ربطتك في العمود كمان. انت بتفكريني؟ ماشي. يا رب اكسب يا رب. الخساره وحشه. جدا. انا بمصمص. رايحه فين؟ اللي بتقوم تقف لنا. شكلها هتعمل ايه وتجيب في الدقيقة 90 جون؟ ده انا مهما اعمل مش هحصل. نقول وداع يا بطة وداع. لسه الكسكسي. انا بقول يا بطة، بقول وداع يا بطة. هدخل بقى الكسكسي دلوقتي. سامع بيقول لك ايه؟ انت معلمة. معلمة في الطبخ بس. لسه شو بتكسبي يا حاجه؟ لو انا عمري خسرت ولا ايه؟ على طول. ومين اللي اتحط له كح؟ محمد. مين اللي اتربط في العمود؟ يا ابن الذين. حسن خلاص يا ابني، انا كده كده مش هلحق. انا اعتزل. ما نجيب بسرعه، ما عنديش وقت. شايفين؟ خش بقى الكسكسي او المبرومه او ايه تاني بيقولوا عليه المفروك. قلب الطبق. مفيش وقت للتقليب ولا لاي حاجه. الكسكسي احلى من البط. طبعا. ده انا طريقته عندكم على القناه الثانيه. جميل والله يا حاجه. تسلم ايدي. سايب لبن وانا برده في المره الثانيه عملته بلبن المره. والله جميل. اللي بيعمل الاكل ما بيعرفش ياكل. ايوه الفيلم بتاع كل مره. الله عليا. انا وحسن كده شكلها اللي كسبنا. بس الواد ده طلع المركز الاول ما بيبانش عليه. طلع المركز الاول. انت لسه معاك ورد. الواد بياكل وما بيبانش عليه. الله اكبر عليك يا محمد. انا لسه مصالحاك. هزعل منك تاني وهكلفك تاني. انا ورايا ناس تاكل الزلط. انا صالحت. انا كنت يا طبطب ودلع. انا كنت بهزر معاه. هو خلص ازاي بالسرعه دي؟ بياكل بايديه ورجليه. انا ما اعرفش ازاي ما بيبانش عليه. والله يا جماعه اوزنوه مش هتلاقوا فيه حاجه. المركز الاول. ابع 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 ابع. كسكسي عسل والله العظيم بس مش قادر. بتسوق
عشان ما اسيبش اي حاجه. لا لا لا، حد عندنا ساعده؟ حد عندنا ساعده؟ اه البطاريه بتاعتي بتعيط. طيب بصوا انا كده خلاص، في حد فيكم منسحب؟ اللي منسحب هاكل معاه، بس انا كده كسبت. امك منسحبه. سحبه ده من بدري. هاكل معاك انا وابوك. كمل. يبقى انا كده المركز الاول. نكمل هنا بقى. محمد هنتعب دلوقتي. انا انسحب. بس كان محمد خلص اصلا. انا بص يا باشا هعمل، انا هخلص لك البطايه اللي مع امي دلوقتي. بابا على فكره انت مسابق محمد. محمد لسه قدامه بط، والبط تقيل. خد بقى استنى ما نخلص خالص عشان يبقى فيها ساحه، عشان كده الاكل ده هينيبني. لسه عايز اعاقب. تنفع عشان مش هيدوروا فينا الضهر. بقول الاتحاد كابول يا رب اكسب، امي تكسب، هما الاثنين اللي خسروا. ابوك خالص. الله اكبر عليك يا بابا، ربنا يديك الصحه يا حاج. لا احنا هنفكوا النهارده. لا بحب الكسكس. وعد زكت انا اتضرب انا وانت دلوقتي. لا انت خلص. خلص يا بابا، خلص يا ابني. بعمل لسه قدامه بط. محمد مخلص. البط اصعب من الكسكس بكتير، هي الحته دي محمد مش قادر. انا عمال اقول اضغط عليه بالكسكسي. الله عليك. كل يابا المعلقه دي، كل المعلقه دي. ايوه كده. ابوك المركز الثاني. ما في مش خلاص. انا قلت بدل ما اكلها واسحمها هي كده كده خسرانه. بصوا خسرت على ايه؟ طب ده ينفع؟ الحاجة الله اكبر، ما كلتش حاجه النهارده. بكده بقى ايه؟ نبتدي نحدد العقاب. مش هتسامحوني يا حسن؟ هتعاقب امك يا حسن؟ انا وابويا اللي كسبنا، فاحنا الاثنين. هتعاقب الحاجه يا بابا؟ عاقبها وعلقها. وتعاقب ابنك؟ وعلقها. بعد الاكل الحلو اللي انا عملته لك؟ وعلقي. محمد يتعاقب مكاني. ده تحدي. لا لو محمد خسران ايه؟ كده انا وابويا بقى هنقوم نظبط نفسنا كده ونغسل ايدينا ونشرب شاي عشان نمخمخ ونبتدي نفكر لهم في العقاب. يلا يا حاج. يلا بينا. ايه يا حاج تيجي نهرب؟ تيجي نفتح الباب ونخلع. يلا يلا دور علينا مش هيلاقوني. احنا هنخلع والاول مره هنكون بنعمل عقاب وهيكون نافع مش هيكون مدير. يعني احنا النهارده لا هنضرب ولا هنكسر ولا هنعمل حاجه يكون فيها شر. النهارده احنا هنعمل عقاب هيكون لذيذ وهيكون حلو وهيعجب الكل. ايه هو؟ ان احنا هناخدهم وهنروح عند الدكتور. بس الدكتور ايه؟ محدش يعرف. بس خليها مفاجاه، لسه انتوا هتشوفوا ولسه ما حدش يعرف. احنا اتفقنا معاهم ان هم يجهزوا عشان احنا هنخرج وهنروح مشوار. ايه المشوار؟ لسه مش عارفين. فاحنا دلوقتي هناخدهم على مرا وشهم كده ونروح. وانا مجهز الكمامه. بص يا جماعه احنا خلاص جينا دلوقتي عند الدكتور محمد عشان السنان والكلام ده. محمد عنده مشكله في اسنانه، مش مشكله، عنده مشاكل في اسنانه. لا استنى يا جماعه، محمد من زمان قوي وهو بيخاف من حاجه اسمها دكتور سنان. يعمل اي عمليه مهما كانت هي ما يروحش عند دكتور سنان. فاحنا حكمنا عليه هو وامي النهارده ان هم يجوا عند دكتور السنان ويعملوا كل اللي هم محتاجين يعملوه. طبعا احنا اتفقنا مع الدكتور محمد. ماشي يا دكتور؟ ان محمد اللي حضرتك شايفه محتاجه يعمله كله. اخلع اسنانه كلها. محتاج تخلع سنانه وتركب غيرها براحتك، اتفضل. اللي حضرتك محتاجه اعمله. انت بديت ولسه؟ وطبعا الدكتور يحيى واقف معانا علشان ايه؟ يربطه ولا يخلع؟ الدكتور يحيى اللي هيخلع اسنانه. صح يا دكتور محمد؟ مش حضرتك بتعلم يحيى دلوقتي؟ والله يحيى طالب نجيب ما شاء الله. والمبرود ان مفيش حد احسن من اخوه ان هو يتعلم فيه. لا يا راجل حرام عليك. بس ده عايزه منك ايه يا ريس؟ ايه الموضوع؟ ايه موضوع التحديات الغريبه دي اللي انا بسمعها؟ انا مش قادر اكتئب. انا مش قلقان. هم لما متفقين معايا ولا اي حاجه خالص؟ اوعى تفكرني. انا فكرني خايف. يحيى انا مرعوب. بس لو الدكتور الشاكوش والصاروخ والسكينه كان ماشي. محمد بيعيط. والله يدمع. بس سيبه بقى عشان الدكتور اشتغل. انت وصيت وخلاص. سيبه. انا وصيت الدكتور خلاص. كله مخروم اهو. وزي هنا ورد الابلاتين ده. بص خرمه. ده كل ده محتاج يتعاد تاني ويتعمل. مفيش مشكله خالص. الموضوع بسيط جدا ومش محتاج حاجه. ما بكرهش ليه؟ مش انت اللي بكرهش؟ كده صح؟ بالظبط. تفعلها جامد عشان تطلع. يلا يا خسران. تديني بنج يا دكتور؟ انا مش مستني بنج. لا ده انا تديني بنج كلي. ميمون ما تخافش يا محمد. قعدت اتعاقبنا عقاب حلوه قوي. تجيبونا عند دكتور السنان. ماشي هنتحداكوا تاني وهنعمل فيكم اكتر من كده. ماشي محمد يا بطل. ما باين اهو.
باين فعلا انه بطل. بس بنفكر يا جماعه بالتباعد الاجتماعي وبالماسكات عشان كورونا. حاجة معلش لازم نلبس ماسك عشان موجة كورونا يا جماعة، لازم ناخد بالنا من صحتنا. ايوه التباعد الاجتماعي والماسكات مهمة جدا. انت خدت بقك الدكتور خد بقك تضحك على امك مش شايف. سبحانك يا رب. افتح بقك كده بشيار. افتح بقك بشيار. قول محمد بطل كده. هو درس شغل يا دكتور؟ قول محمد بطل. بعم بطل طبعا. وابو الابطال كمان. كم؟ على فكره ما بخافش من الدكتور السنان خالص. واضح ده قاعد اخر واحد عمال يقول الدكتور مش عايز تشرب شاي. طب نعمل لك انت لو ما بتخافش اصلا ما كنتش تربع تربعني. يا رب حوام بنجي. بص يا جماعه سنان محمد ايه؟ الدكتور خدع. يلا ينور يا يحيى. بيقول لك البتاع صح في بقه. صح في النطق. يحيى ايوه شيل الناس يلا. افتح بقك يا عم. شفتك في خناقه واصحابه منه. والله ولا لسه. برافو عليك. برافو عليك. اعملوا كده يلا حطوا نبر برضه. برافو عليك. حاسه بك يا محمد والله. هتعمل ايه يا حاجه كده؟ نص الصف اللي فوق. ايوه هتعمل فيهم ايه برضه؟ هبله عشان ما ينشفش على كده عشان لسه هيتحشي يعني هيتحط في حاجات. هبله وعشان احافظ عليه انه يفضل مبلول فبحط فيه قطنه تمتص الميه فكده. زي ده كده يعني. هي الكماشه دي بيعملوا بيها ايه؟ لا دي بتاعت السباحه. انا حشيتها قطن كده. هبل القطن ميه بقى عشان احافظ عليها مبلوله. عشان تفضل مبلوله طول الوقت وما يبقى ما تنشفش. لحد ما تعمل زي دول كده. اما الشعب تنزل بتزغزغ. ايه دي اللي بتزغزغ؟ انا بتزغزغ. احلى عطار يا محمد. بعمل يا جماعه جسمه بيرتعش ازاي؟ لا والله ما شاء الله ده من غير بينجو زي الفل. بطل بطل يعني. اثبت بقى اثبت. كونج بس اثبت. بتقول عليه بتخاف ليه؟ والله العظيم انت اللي بتديني الثقه في نفسي يا دكتور. خلينا ما بنمشي مقلب. حد شافه فيه؟ عارفه كيف؟ بقول له انا عملتهم بالمكنه وجوه. في حبه كده ناخدهم على ايدي عشان ايه؟ ما اخليهمش يشمتوا فيه. لسه خسران تحدي دلوقتي ايه؟ مفضوح. هما جايبينك عندي عشان تتوجع. هما عارفين ان انا مش بوجع الحمد لله. هما جايبينك تحدي بس ايه بيحبوك برضه يعني. اخواتك برضه. هما عارفون انا ومحمد يا دكتور بس الحمد لله اسناني نفسي مستحمل بس انا هرد لهم المقلب ده. الله عليك. يعني احنا عملنا لك عقاب مفيد ولا مضر؟ لا مفيد. بس خلاص يبقى مش عقاب. مستحمل. انت عشان متردده خليناه عقاب. الحمد لله. لكن احنا عايزين نفيدي. هردهولك. لا بس احنا عملنا عقاب حلو ينفعكوا. دي بقى اسمها هردها لك في سنانك. سلام لو هديك بوكس في سنانك. هردها لك في سنانك هي دي. يا دكتور يحيى. انت بتعمل ايه؟ نقطة بالادوات. ادعونا يا جماعه ادعونوا. انت كده بتعمل ايه بقى؟ تنظف. ايوه تنظف. ده اسمه ايه؟ تنظف. اسمه تنظيف يعني. اغسل المواعين بمعنى اصلا. شايف الجزء ده؟ بسم الله الله ينور يا ايه. بص بص شايف بيشيل ايه؟ اه لا رفيع. شايف بيشيل ايه؟ يعمل كده بقى. لازم تسند ايدك عليه. بص بص ايدك على ايدك يعني. انت طلع مكانك كده. عايزك تحس بس بالايه بال حاسس بايه دلوقتي يا حاج؟ حاسس بايه يا حاج؟ بص تسند ايديك. بص هات هنا في الحته اللي جنب دي. هنا ايوه اشتغل. بص انت اشتغل كده. احلى حاجه ان الحاج مسلم لي. بص بص لا رجلك مش هنا. يقول لك علم ابني. انت علم ابني يا ولد. هو بينور لك افق. الله ينور عليك. احنا بترسم. لا نور دكتور يحيى. دكتور محمد يا جماعه بيعلم دكتور يحيى ف كتر خيره يعني. هدي بقى. ايه ماشي اصبر بس ما انا خلاص. هدي بقى الناب ده. بس شوف الحته اللي بره دي. حته بقى الحته اللي بره دي. اعمل بقى الناب ده بقى ايه الوظه كده. يخليك خلع فين؟ انا واقف اهو.
انا بديله ثقه في نفسه بس يديله ثقه في نفسه انا واقف اديله ثقه بعيد عني انت قلقان على فكره انا الفضل راجل شغال زي الفل بتاع اللي هو بيشفط المايه ده عشان ما يفضلش كل شويه شيلوه. خلصنا العقاب بتاعنا. طبعا محمد مش هيعرف يتكلم لانه بقه مقفول من جوه وربنا ما عديه. ما انا مبسوط بس مبسوط. هو مبسوط بس احنا جايبينه هنا غصب عنه عشان عقاب. يعني احنا عايزين نظبط له بقه والحاج برضه هي كمان. جبتنا غصب عننا ماشي بس حاجه مفيده. ايوه ما احنا استفدنا صراحه. اه هي حاجه مفيده. يا رب نخسر كل يوم. احمد مش عارف يتكلم. يلا خلاص احنا كده الفيديو بتاعنا خلص. يا رب يكون عجبكم. ما تنساش نقول لكم تحطوا لايك للفيديو ده وكمان تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان كل الفيديوهات اللي بننزلها توصل لكم. ويلا يا رب كل فيديو عجبكم. مع السلامه. مع السلامه.